بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند حادثة الفيل، تكلمنا عن حادثة الفيل وأنها كانت قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين أو بأقل من شهرين. وهنا قال المؤلف رحمه الله وإياه: أما والده صلى الله عليه وسلم عبد الله فكان أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه، وهو الذبيح. وذلك أن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم وبدت آثارها نازعته قريش، فنذر لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه ليذبحن أحدهم. فلما تم له ذلك أقرع بين أولاده، فوقعت القرعة على عبد الله، فذهب إلى الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش ولا سيما إخوانه وأخواله، ففداه 100 من الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين إسماعيل عليه السلام وعبد الله، وابن المفديين، فدي إسماعيل عليه السلام بكبش وفدي عبد الله 100 من الإبل. واختار عبد المطلب لابنه عبد الله آمنة بنت وهب، وكانت أفضل نساء قريش شرفا وموضعا، وكان أبوها وهب سيد بني زهرة نسبا وشرفا. فتمت الخطبة والزواج، وبنى بها عبد الله بمكة، فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فترة أرسله عبد المطلب إلى المدينة أو الشام في تجارة، فتوفي بالمدينة راجعا من الشام، ودفن في دار النابغة الذبياني، وذلك قبل ولادته صلى الله عليه وسلم على الأصح. وهذا الموضع من السيرة، وهو الكلام عن والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عليه الصلاة والسلام. عبد الله كانت له قصة، وهو أن عبد المطلب رأى في المنام، وكان سيد قريش، سيد من ساداتها، فرأى في المنام موضع زمزم، وزمزم يعني كانت لا يدرون أينها. السبب في ذلك أن جرهم القبيلة العربية التي كانت قبل خزاعة وقبل قريش في مكة، لما تحاربت هي وخزاعة نشبت حرب بينهم وبين جرهم، وكانت جرهم قد طغت في الحرم وبغت، وكانوا يأخذون ما يهدى إلى الحرم من كنوز، فلما نشبت الحرب دفنت جرهم زمزم، ودفنوا فيها بعض الكنوز، دفنوها وعموها على الناس لكي لا يراها أحد من خزاعة. فلما أجلوهم خزاعة وخرجوا من مكة، وكانت خزاعة بقيت في مكة سنين حتى تزوج قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا قصي بن كلاب،
تزوج قصي ابنة سيد خزاعة لشرف قصي وكونه من خيرة قومه، فتزوج ابنة شيخ خزاعة وأميرهم ورئيسهم الذي في مكة. ثم لما مات هذا الرئيس أخذ مكانه قصي، أخذ مكانه، ثم كانت يعني الإمرة لقريش في مكة في قصة طويلة. وبعدها وزع قصي على بطون قريش من أراضي مكة، ونزلوا في بطن مكة، وهو أول من أنزلهم في بطن مكة الذي هو قصي، لذلك شرف في قومه. المقصود أنه بعد ذلك بسنين في وقت عبد المطلب، رأى عبد المطلب في المنام موضع البئر، بئر زمزم، وقد كانوا سنوات لا يدرون أين مكانها، فرأى في المنام موضع البئر فحفره. فلما حفره ووجد الماء ووجد الكنز نازعته قريش، ولم يكن معه من الأبناء إلا ليس عنده إلا ابن واحد وهو الحارث، أكبر أبنائه الذي فيما بعد كان من أبنائه عبيدة بن الحارث رضي الله عنه، الذي قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المبارزة التي كانت في بدر، وكذلك أبو سفيان بن الحارث الذي ما أسلم إلا قبيل فتح مكة، وكان يمسك ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، كلاهما أبناء الحارث الذي هو أكبر أبناء عبد المطلب. فلم يكن عنده من الأبناء في ذلك الوقت إلا الحارث، فنازعته قريش على زمزم وقال لهم أنا حفرتها وأنا الذي رأيتها، فكادوا أن يقتتلوا معه حتى كفاه الله جل وعلا وتركوه من أجل أمر حدث عندهم في ذلك الوقت، رأوا أنه منع منهم، فقال هو في ذلك الوقت، قال ونذر نذرا إن جاء له 10 من الأبناء، إن بلغ أبناءه 10 ليذبحن أحدهم لله. فلما بلغ أبناؤه 10 وكان منهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، أقرع بينهم فخرجت قرعة عبد الله، فأراد أن يذبحه وفاء بنذره، فقامت عليه قريش، لأن كان عبد الله يحبه عبد المطلب محبة شديدة، وكان من خيرة شبان قريش، فمنعه إخوانه، إخوان عبد الله وأخواله وممن جاء من قريش، منعوا عبد المطلب من ذبح ابنه. فقال لهم وكيف أفعل بنذري؟ فجاء في الروايات في السيرة أنه قيل له اجعل فداء له 10 من الإبل وأقرع بينه وبينها، إن خرجت القرعة على 10 فانحر هذه 10، وإن خرجت على عبد الله فزدها 10، فما زال يقرع فتخرج القرعة على عبد الله فيزيدها 10 ويزيدها 10 حتى بلغت 100 من الإبل فخرجت القرعة عليها، فنحر 100 من الإبل وفداه بهذه 100 من الإبل، وجعل هذه الإبل منحورة لا يرد منها كما جاء في السيرة، لا يرد منها شيئا من السباع ولا من الوحوش ولا من الطيور، ومن أراد أن يأخذ منها من الناس. فهذه قصة
يعني فداء والد النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان صغيرا من شبابهم، لم يتزوج بعد. جاء في بعض الروايات أنا ابن الذبيحين، لكنها لا تصح هذه الرواية، لكن هو فعلا ابن الذبيحين، هو من ذرية إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل كان ذبيحا وفوديا، فداه الله سبحانه وتعالى بكبش. وأما والد النبي صلى الله عليه وسلم ففداه أبوه بمئة من الإبل. وبعد ذلك زوجه آمنة بنت وهب، وقد تقدم الكلام عن نسبها وأنها من بني زهرة، من وهي ابنة عم والد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فسعد من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوجها عبد الله، ثم حدث ما حدث من بعثه في تجارة والده إلى الشام. بعثه والده عبد المطلب في تجارته إلى الشام، قيل أنه مر بأخوال والده وهم بني النجار من الخزرج من الأنصار، وكانت المدينة إلى أن هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أرض بها مرض وبها حمى، حتى إن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا في المدينة مرضوا مرضا شديدا، منهم أبو بكر رضي الله عنه وبلال، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله جل وعلا حماها إلى الجحفة، فاستجاب الله جل وعلا دعائه. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المدينة فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد محبة. ولذلك لا يكون مؤمن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي قلبه من المحبة للمدينة شيء عظيم، استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ذاك. والمقصود أن والد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج وحملت امرأته وذهب في تجارة أبيه ومر بالمدينة مرض ومات في مرضه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. ثم بعد ذلك ولد النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: المولد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم في مكة صبيحة يوم الاثنين التاسع، ويقال الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل، والتاريخ الأول أصح والثاني أشهر، وهو يوافق اليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل سنة 571 للميلاد. والصحيح أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع من ربيع الأول، في يوم الاثنين في اليوم التاسع، وأما اليوم الثاني عشر من شهر ربيع فهو جزما تاريخ إيش؟ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جزما هي في تاريخ الثاني عشر من ربيع الأول. ومن العجيب أن المبتدعة المحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يحتفلون في التاريخ الذي اتفق أهل العلم
إجماع بالتاريخ الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم يحتفلون بوفاته عليه الصلاة والسلام، ولذلك هم متنكرون لسنة عليه الصلاة والسلام. أما ولادته فهي مختلف فيها، والأصح أنه في اليوم التاسع من ربيع. ثم قال رحمنا الله وإياه: وكانت قابلته، أي دايته التي ولدت أمه، الشفاء بنت عمرو أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ولما ولدته أمه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وأرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بولادته صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد المطلب مستبشرا مسرورا وحمله فأدخله الكعبة وشكر الله ودعاه وسماه محمدا رجاء أن يحمد، وعق عنه وختنه يوم سابعه وأطعم الناس كما كان العرب يفعلون. وجاء في قوله أنها أضاءت له قصور الشام لما ولدت، رأت هي في المنام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أو جاء في السيرة وحسنها بعض أهل العلم، لا إله إلا الله، أنه جاء في السيرة أن مرضعته التي جاء في السير وحسنها بعض العلم حسن بعض أهل العلم أنها حليمة السعدية كما جاء تسميتها، وإن كانت هي يعني بعض أهل العلم يضعف التسمية بأنها اسمها حليمة السعدية، لكن المجزوم به أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضع في بني سعد بن بكر بن هوازن الذين هم قوم حليمة كما جاء، لكن في الصحيح أنه كان مسترضعا في بني سعد بن بكر بقوله عليه الصلاة والسلام. فجاء في السيرة أن مرضعته لما خافت عليه وأرجعته إلى أمه في قصة ستأتي، قالت لها أمه: لا تخافي، فإني رأيت لما ولدته رأيت أنه خرج من بطني نورا أضاءت له قصور بصرى في الشام يعني، وفعلا أضاء له العالم كله من دعوته عليه الصلاة والسلام بهذا الوحي والنور الذي جاء به. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: رأت أمي أنه خرج منها نورا أضاءت له قصور بصرى، وقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. أين دعوة أبي إبراهيم؟ أحسنت، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وبشارة عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وجاء في رواية أن عبد المطلب سماه أحمد، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأحمد والحاشر والعاقب. قال رحمنا الله وإياه: وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية مولاة والده عبد الله، وقد بقيت حتى أسلمت وهاجرت وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر أو بستة أشهر، وهي صاحبة القصة المشهورة ستأتينا إن شاء الله.
الرضاع، وأول من أرضعته صلى الله عليه وسلم بعد أمه ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وبعده صلى الله عليه وسلم أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، فهم إخوته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وأبو سلمة زوج أم سلمة، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وحمزة ابن عبد المطلب عمه وأخوه من الرضاعة أيضا. لذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم تتزوج ابنة حمزة، فقال إنه لا يحل لي لأنها ابنته، يعني عمها من الرضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وابنة أخيه من الرضاعة. قال المؤلف: وقد اعتق أبو لهب أمته هذه فرحا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صار من ألد أعدائه حينما قام بالدعوة إلى الإسلام. يعني هو اعتق ثويبة مولاته لما بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم، اعتقها لأن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم هو وحيده، محمد عليه الصلاة والسلام هو وحيده، فلما ولد له فرح به أعمامه جميعا. ثم قال رحمنا الله وإياه: وكان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي إبعادا لهم عن أمراض الحواضر حتى تشتد أعصابهم وليتقنوا اللسان العربي في مهدهم. وقدر الله أن جاءت نسوة من بني سعد بن بكر بن هوازن يطلبن الرضعاء، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهن كلهن فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهن كلهن فأبين أن يرضعنه لأجل يتمه، ولم تجد إحدى النسوة وهي حليمة بنت أبي ذؤيب رضيعا فأخذته صلى الله عليه وسلم، لم تجد رضيعا فأخذته صلى الله عليه وسلم وحظيت به حظوة اغتبط لها الآخرون. واسم أبي ذؤيب والد حليمة عبد الله بن الحارث، واسم زوجها الحارث بن عبد العزة، وكلاهما من سعد بن بكر بن هوازن، وأولاد الحارث بن عبد العزة إخوته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة هم عبد الله وأنيسة وجذامة، وهي الشيماء لقب غلب على اسمها، وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه التفاصيل، أكثر هذه التفاصيل لم تثبت بسند يصح، وإنما جاءت في السيرة كثير من التفاصيل التي جاءت، ولكن حسن الذهبي رحمه الله تعالى بعض الأسانيد، منها أن طبعا كان العرب يلتمسون المراضع لأولادهم، يعني يفرحون بأن يرضعوا أبناءهم في خارج في البوادي، في خارج القرية، لأن القرى يكون فيها أولا الأوبئة والأمراض من جهة، ومن الجهة الأخرى أيضا يريدون أن يعني يكتسبون، يرحمك الله، يكتسب الأبناء القوة وفصاحة اللسان، وكذلك يكتسب الأبناء الفروسية والشجاعة، فكانوا يرضعون أبناءهم في البوادي.
فجاءت المرضعات من بني سعد بن بكر بن هوازن، ومنهم والدة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكنا المرضعات يأتينا فيأخذنا، يعني يأخذنا الأطفال على مقابل هذه الرضاعة، وكنا يفرحنا بالولد الذي أبوه غني أو ثري. فلما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتيم أبينه جميعا، وإلا أنه لم يبقى أحد من الأطفال، وجدته حليمة فأخذته كما جاء في بعض الروايات، وقيل أنها كانت على ناقة هزيلة وتمشي مشيا يسيرا، فلما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وجدت من البركة، ومرت الناقة على النساء الأخريات سريعة فتعجبنا منها. فلما حلت عند أهلها هناك في بني سعد بن بكر وجدت من بركاته عليه الصلاة والسلام شيئا عظيما، حتى اغتبطت، ويعني رأت من البركة والخير الكثير في أهلها ومالها وفي دوابهم شيئا عظيما. حتى ذكر المؤلف هنا يعني بعض التفاصيل، الشيماء، قيل أن الشيماء هي التي جاءت لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم أسر هوازن، ولكن هذه الرواية لا تصح، ولا يصح أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وإياه: بركات في بيت الرضاعة. قال: وقد درت البركات على أهل هذا البيت مدة وجوده صلى الله عليه وسلم بينهم. ومما روي من هذه البركات أن حليمة لما جاءت إلى مكة كانت الأيام أيام جذب وقحط، وكانت معها أتان كانت أبطأ دابة في الركب مشيا. روي أنها أتان وروي أنها ناقة، أتان يعني التي هي أنثى الحمار، الأتان هي أنثى الحمار. قال: أبطأ دابة في الركب مشيا لأجل الضعف والهزاء، وكانت معها ناقة لا تدر بقطرة من لبن، وكان لها ولد صغير يبكي ويصرخ طول الليل لأجل الجوع لا ينام ولا يترك أبويه ينامان. فلما جاءت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحلها ووضعته في حجرها، أقبل عليه ثدياها بما شاء من لبن فشرب حتى روي، وشرب معه ابنها الصغير حتى روي، ثم ناما. وقام زوجها إلى الناقة فوجدها حافلا باللبن، فحلب منها ما انتهيا بشربه ريا وشبعا، ثم باتا بخير ليلة. ولما خرجا راجعين إلى بادية بني سعد، ركبت حليمة تلك الأتان وحملت معها النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرعت الأتان حتى قطعت بالركب، ولم يستطع لحوقها شيء من الحمر. ولما قدم في ديارهما، ديار بني سعد، وكان أجدب أرض الله، كانت غنمهما تروح عليهما شباعا ممتلئة الخواصر بالعلف وممتلئة الضروع باللبن، فكانا يحلبان ويشربان وما يحلب إنسان قطرة لبن. فلم يزالا يعرفان من الله الزيادة والخير حتى اكتملت مدة الرضاعة ومضت سنتان، ففطمته حليمة وقد اشتد وقوي في هذه الفترة. بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد بن بكر بعد الرضاعة. قال: وكانت حليمة تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه وأسرته كل ستة أشهر، ثم ترجع به إلى باديتها في بني سعد،
فلما اكتملت مدة الرضاعة وفطمته وجاءت به إلى أمه حرصت على بقائه صلى الله عليه وسلم عندها لما رأت من البركة والخير، فطلبت من أم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتركه عندها حتى يغلظ، فإنها تخاف عليه وباء مكة. فرضيت أمه صلى الله عليه وسلم بذلك، ورجعت به حليمة إلى بيتها مستبشرة مسرورة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم عندها بعد ذلك نحو سنتين. ثم وقعت حادثة غريبة أحدثت خوفا في حليمة وزوجها، حتى رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه، وتلك الحادثة هي شق صدره صلى الله عليه وسلم، وإليكم بيان ذلك. طبعا أمه عليه الصلاة والسلام من الأمور التي حملتها على أن تدفعه للرضاعة من البداية، وكذلك لما رجعت به حليمة مرة أخرى ومددت المدة لما ترى من البركة، مددتها إلى سنتين أخريين. فمن الأمور التي جعلتها تفعل ذلك أنها مرضت، والدة النبي صلى الله عليه وسلم مرضت، فأحبت أن يبقى عند حليمة. ثم وقعت واقعة شق الصدر، صدره عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: شق الصدر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي ضمه وجمعه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره وهي المرضعة، فقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي متغير اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام جاءه ملكان فأضجعاه على الأرض فشق صدره واستخرج من قلبه علقة قطعة سوداء، فقال جبريل: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله، وهذه يعني سابقة، قد تكون أول عملية قلب مفتوح. عملية القلب المفتوح الآن يعني هذه أول عملية قلب مفتوح تكون في ثم لما رأت حليمة ها يعني ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم خافت عليه أشد الخوف، وخاف عليه زوجها أيضا، فأرجعاه إلى مكة. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: إلى أمه الحنون. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحادث إلى مكة، فبقي عند أمه وفي أسرته نحو سنتين. ثم سافرت معه أمه إلى المدينة حيث قبر والده وأخوال جده بنو عدي بن النجار، وكان معها قيمها عبد المطلب وخادمتها أم أيمن. فمكثت شهرا ثم رجعت، وبينما هي في الطريق لحقها المرض واشتد حتى توفيت بالأبواء بين مكة والمدينة، ودفنت هناك، دفنت بالأبواء، مكان معروف إلى الآن يعرف بالأبواء. قد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه عليه الصلاة والسلام ومعه بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقال لهم: إني استأذنت
ربي في أن أزور قبر أمي، فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، الرواية الأخرى فإنها ترق القلب وتدمع العين. ثم بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده، بعد ما ماتت أمه لم يبق له إلا جده عبد المطلب، وقد ماتت أمه وعمره عليه الصلاة والسلام 6 سنين، لما ماتت كان عمره 6 سنين، وعاد به صلى الله عليه وسلم، عاد به جده عبد المطلب إلى مكة، وهو يشعر بأعماق قلبه شدة ألم المصاب الجديد، فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده، فكان يعظم قدره ويقدمه على أولاده ويكرمه غاية الإكرام، ويجلسه على فراشه الخاص الذي لم يكن يجلس عليه غيره، ويمسح ظهره ويسر بما يراه يصنع ويعتقد أن له شأنا عظيما في المستقبل، ولكنه توفي بعد سنتين حين كان عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات و2 شهر و10 أيام، يعني مات أبوه وهو حمل عليه الصلاة والسلام، ثم ماتت أمه وهو ابن 6 سنين، ثم مات جده وهو عمره 8 سنين. انظر إلى هذه يعني الفجائع العظيمة التي هي مقدمة حقيقة عظيمة، مقدمات عظيمة لبعثته عليه الصلاة والسلام. وقبل هذه المقدمة أيضا حادثة الفيل التي كانت مقدمة للفت النظر أنه سيكون هنا حدث عظيم، فهذه كانت مقدمات عظيمة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفالة عمه أبو طالب، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وقام بكفالته صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب شقيق أبيه، إنه كان شقيقا لأبيه من أمه، واختصه بفضل الرحمة والمودة، وكان مقلا من المال، يعني كان ماله قليل أبو طالب، فبارك الله في قليله حتى كان طعام الواحد يشبع جميع أسرته، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مثال القناعة والصبر، يكتفي بما قدر الله له. تأتينا بعون الله جل وعلا لعلنا نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وتأتينا بقية سيرة عليه الصلاة والسلام في اللقاء القادم بعون الله جل وعلا. وبهذه المناسبة يعني لن يكون في الأسبوع القادم درس لأني مسافر، وكذلك يوم السبت أيضا لن يكون درس في الفجر. نستأنف بعون الله جل وعلا الأسبوع بعد القادم، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.